الآن مع الوقفة الخاصة باستعراض أحوال الطقس والأحوال الجوية. أحوال المناخ مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. نبدأ بالقاهرة 34-24 الطقس حار، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-23، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-23. ننتقل إلى السويس 35-24، العريش 31-24، طابة 39-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 39-28. بالنسبة للأقصر 43-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 39-28، أخيرا حلايب 36-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.